ومعنا من الدوحة هاتفيا السيد إياد دليمي الكاتب والصحفي العراقي، مرحبا بك. إذا ازدياد حصيلة ضحايا السيول في العراق إلى 21 قتيلا وإصابة 200 آخرين، ما تعليقك عما يحدث في العراق ومن يتحمل المسؤولية؟ بالبداية تحية لك وللجمهور ومشاهدي قناة الرافدين الأعزاء. حياك. يعني أعتقد أن يعني عملية تحميل الحكومة المسؤولية لم يكن الآن بالجديد. الكوارث الطبيعية أمر وارد سواء في العراق وفي غيره من البلدان، خاصة مع هذه التغييرات المناخية الكبيرة التي تشهدها المنطقة، منطقة الشرق الأوسط ومنطقتنا العربية على وجه الخصوص. المشكلة أن يعني عملية تحميل الحكومة العراقية لا أعتقد يعني أنها سيكون بالأمن من الجديد. الحكومة العراقية غارقة في ملفات كبيرة وكثيرة جدا، ملفات الفساد التي أغرقت هذه الحكومة قبل أن تغرقها ملفات السيول والكوارث الطبيعية التي تحل اليوم بالعراق. المشكلة أن هذه الحكومة لم تعد تبالي حتى بأصوات الشعب، هذا الشعب الذي يعني يعاني في جنوبه إلى شماله شتى أنواع المعاناة. السيول هذه جاءت لتضيف سببا آخر لمعاناة الشعب العراقي. اليوم بعد نحو يعني عام ونصف الآن من عمليات استعادة مناطق لتنظيم داعش قبل الحكومة والقوات العراقية، هل يعقل أننا إلى الآن شاهد ونسمع وجود مخيمات بهذا العدد الهائل؟ لماذا لم يتم إعادة هؤلاء النازحين إلى منازلهم؟ لماذا إلى الآن نجد مخيمات فيها الآلاف من العراقيين؟ هذه كارثة كبرى. الحكومة يعني إذن من طين والأخرى من عجين، لا تسمع ولا ترى ولا تتكلم. لديها ملفاتها التي تعتبر عند البعض مساستها أو سلسلتها أولوية، وهي ملف تشكيل الحكومة وإسقاط المناصب والوزارات والمغانم، كما كانت الحكومة التي قبلها والتي قبلها. هذا يعني صارت ديناميكية العملية السياسية في العراق، لم يعد هناك من شيء يمكن أن يحرك هؤلاء الساسة. هذه المعاناة مستمرة منذ 15 عاما، ليست بالجديدة. اليوم أضيفت لها معاناة اسمها معاناة السيول ومعاناة الكوارث الطبيعية التي صارت يعني تضرب العراق من شماله إلى جنوبه. ولكن كما في كل مرة الحكومة لاهية والحكومة غير مبالية. كل ما سمعناه من تصريحات مليات إسقاط ومحاولات يعني إغاثة هذه المخيمات والقرى الغارقة، كلها يبدو أنها كانت كلام في كلام. لم نلحظ هناك على الأرض إلا الشيء القليل. لذلك مجلس محافظة صلاح الدين أعلن قضاء شرقاط منطقة منكوبة، وصوت أيضا على بناء سد في هذه المنطقة. ولكن لماذا تنتظر الحكومة أو هذه السلطات وقوع الحادث حتى تتحرك؟ يعني بداية أريد أن أقف على لفظة منطقة منكوبة. يعني هل يعي مجلس محافظة صلاح الدين ما معنى أن تكون منطقة منكوبة؟ هذا مصطلح كبير جدا. عندما تعلن أن هناك منطقة منكوبة يجب أن تكون يعني كل أجهزة الدولة ومعداتها وإمكانياتها تسخر لإنقاذ هذه المنطقة المنكوبة. المشكلة أنهم يعلنون أن هذه المنطقة منكوبة وما يقدموه حلول خيالية. هل يعقل أن الآن هذا الناس ابن القرية التي غرقت ينتظر بعد سنوات تشييد سد لحماية منطقته من الغرق؟ هذا كلام يعني كلام غير معقول، كلام لأناس يريدون أن يزدادوا ثراء من خلال هذه المشاريع، مشاريع سدود مستقبلية وما إلى ذلك. يعني أعتقد أن حتى مثل هذه التصريحات صارت تصريحات وبال على من يطلقها من ساسة ومسؤولين المحافظات والمنطقة الخضراء. للأسف ليس هناك حلول. الفساد ينفر بجنسة هذه الحكومة وهذه العملية السياسية منذ 2003 وحتى اليوم. يعني أنا مثلا رأى اليوم هو عبارة عن نتيجة منطقية لسلسلة الفشل المتكرر للحكومات العراقية منذ 2003 حتى اليوم. في على سبيل المثال لكم الفساد الهائل سيد آيات، على سبيل المثال في مسألة تعويض الضحايا، تحدث مجلس محافظة صلاح الدين عن تعويض الضحايا من جراء هذه الكوارث. إلى أي مدى تعتقد أن الحكومة يعني جادة بالاهتمام بأزمات المواطنين في الوقت الذي أكد فيه مجلس محافظة نينوى أيضا
نينوى المنكوبة أصلا بالتزامن مع مجلس محافظة صلاح الدين أن هذا الاستنفار الحكومي ليس سوى استنفار إعلامي؟ يا سيد الكريم، مدينة الموصل المنكوبة بالعمليات العسكرية الضخمة التي وقعت عليها، محافظة الأنبار التي يعني تعرضت ل 80% من مدينة الرمادي دمرت بالكامل، إلى الآن أهلها لا يجدون تعويضا، والآن يقولون سنعوض المتضررين النفسيون وسنعوض المتضررين من غرق قراهم ومناطقهم. يعني أعتقد هذا الكلام من الاستهلاك الفارغ، حتى لم يعد ينفع للاستهلاك المحلي، لم يعد الشارع العراقي والمواطن العراقي يصدق بكل هذه الوعود. عندما تعرضت الكويت قبل فترة بسيطة لموجة أمطار كبيرة، شاهدنا السيد محافظ البصرة يوكد أو يعلن ببيان طويل عريض عن استعداده لإرسال فرق المساعدة وإنقاذ، ولكن لم يعني نشهد شيء على أرض الواقع عندما حصل السيول في مناطق داخل محافظة البصرة وقضاء الفاو وغيرها من المناطق. عندما حصلت في الأردن قبل فترة أيضا سمعنا تصريحات من كاسة ومراجع تنادون لمساعدة أهلنا في الأردن، جميل هذا الكلام، لكن أليس الأولى أن تساعد أبناء شعبك، أبناء وطنك المنكوبين في المخيمات، المنكوبين جراء السيول؟ يعني أعتقد المواطن العراقي شبع من هذه التصريحات وشبع من هذا الكلام. هو اليوم يعيش أزمة حقيقية مع ذاته، مع هذا المحيط الذي وجد فيه، مع هؤلاء الساسة الذين لا هم لهم سوى كيفية تقاسم المغانم لا أكثر ولا أقل. اليوم صار المواطن العراقي عليه أن يعني يعود نفسه على كيفية حماية نفسه من الكثير مما يحيط به. لن تعد هناك دولة بمعنى الدولة يمكن أن تمد له يد المساعدة والعون. يجب أن يستعد بإمكانياته الذاتية، بإمكانياته القبلية، بإمكانياته المناطقية لحل أزماته، وإلا التعويل على الدولة أعتقد أنه سيكون تعويلا ليس من ورائه طائف. نعم سيدي الدليمي من الدوحة الكاتب والصحفي العراقي، شكرا جزيلا.